أشعل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية جدلاً واسعاً على موقع تويتر بتغريدة أرفقها بفيديو. واحتوى الفيديو على أغاني عربية قديمة اقتبست ألحانها من أغاني غربية قديمة شهيرة، وعلق على الفيديو بالقول: أنا مصدوم. ومن الأغاني التي تظهر في الفيديو أغاني لكوكبة من عمالقة الفن بالوطن العربي، من بينهم محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش والمطربة أسمهان وغيرهم. ولاقت التغريدة موجة من التعليقات، منها تعليق للفنان اللبناني رامي عياش قائلاً: حقك، من زمان النسخ كان صعب اكتشافه، وكان الناسخ يأخذ الشكر لأن الناس تظنه صاحب الفكرة، مع احترامنا لإبداعهم طبعاً. أما الآن فصاحب الفكرة الجديدة والخلاقة والمتفردة يعتبر مبدع لا يعوض في هذا الزمن التكنولوجي، تماماً كما معاليكم تخلقون فرص أسطورية للمملكة تتفردون بمبادرتها وخلقها. فيما دافع الصحفي اللبناني جمال فياض عن بعض الفنانين قائلاً: سبق للموسيقار فريد الأطرش أن أعلن في حينه أنه اقتبسها ووضعها في مقدمة أغنية حكاية غرامي. وكتب معلق آخر: طال عمرك، حتى أغنية يا ريم وادي ثقيف مسروقة من التراث المكسيكي، مرفقاً التغريدة بفيديو لأغنية مكسيكية. وكان تركي آل الشيخ قد وجه دعوة اجتماع للمنتجين والفنانين في العالم العربي لمناقشة سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم كافة التسهيلات ودعم الإنتاج والترفيه بشكل عام. وأضاف في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: الاجتماع سيكون هاماً، سنتحدث فيه كثيراً بشفافية ووضوح، مؤكداً أن الاجتماع سيكون بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأفلام وهيئة الترفيه وكبار الشركات الراعية والقنوات الإقليمية وشركات الدعاية والإعلان، وأن النتائج ستشكل مفاجأة.